أنا انشل بسببه. ليه ما عم تستوعبي إنه أنا السبب؟ يا ماما يا حبيبتي، كم مرة صرت حكيتك ومفهمتك إنه أنت ما خصك، هو كان مسرع وعمل حادث. هول هن ملفات كل القضايا اللي رح تستلميهم عني. قريهم على رواه، وإذا في أي شيء خبريني. دخليك بكي شيء كأنه مش على بعضك. ما في شيء. كيف ما في شيء تارة؟ بين زعلانة. تعبانة شوي. طب إذا خلصتي محكمة لليوم قومي روحي على البيت ارتاحي. لازم اقرا الملفات. ما في شيء مستعجل، أول قضية بعد جمعتين. روحي على البيت ارتاحي، بترجع بتقريهم على رواق، بنرجع بنحكي. يلا، يلا قومي. يلا. أنت كنت عند هاني؟ إيه، أنا كنت عند هاني. وقلت له يلي كان لازم يسمعه من زمان. ماما مش من حقك تتدخلي بحياتي هيك. انا بعرف شو عم بعمل. انت بتوطي صوتك انت وعم تحكي معي، وانت ما بتعرفي مصلحتك. بكره رح تفهمي ورح تندمي. الى سنتين حياتك واقفه، ما بنسمع الا هاني وهاني. هاني انشل بسببي. ليه ما عم تستوعبي انه انا السبب؟ يا ماما يا حبيبتي، كم مرة صرت حكيتك ومفهمتك إنه أنت ما خصك، هو كان مسرع وعمل حادث. بلا خصني. لو ما أنا دقيت له وأنا منهارة وأصريت عليه يجي يشوفني، ما كنت سرع هالقد وما كان عمل الحادث. كيف ما برمت الحق علي وأنا السبب؟ أنت قدره، ما حدا بيقدر يهرب من قدره. أصلاً من الأساس أنت ما كنت مقتنعة، ليلتين قبل العرس كان بدك تقولي له هالحكي، ولو ما عمل الحادث يمكن كنتوا تركتوا بعضكم وهلأ كل واحد مجوز بمال وعنده ولاد. يمكن نصيبنا نكون هيك، حد بعض. نصيبكم؟ أنت عم بتضيعي حياتك على الفاضي، فهميها؟ فهميها؟ شو في؟ شو صاير؟ شو صاير؟ حديث هاني؟ في غيره هالموضوع بهالبيت؟ ماما انت بدك تطولي بالك عليها شوي. قد ايه بدي طول بالي عليها؟ اكثر من هيك؟ الا سنتين من الشغل عند هاني ومن عند هاني على الشغل. دخيلك يا امي، انت اختها، احكي معها. بس انت بس خلص حسي معي نايا. هي بنتي، بنتي عالم، بنتي عم بشوفها عم بتضيع.